السلام عليكم، مرحبا بكم. ديما معكم يعني حكيمة بنت العاصمة. اليوم حبيت نشارك مع اخواتي كي وصفه تاع يعني كيف نحضر الخفاف. شهيناه مول ما جاز رمضان، حبينا نديرو شويه خفاف يعني الحلوه بزاف بزاف لي سكري. قلنا نديرو دوك حاجه تاع عجين. انا هاد الخفاف تاع اليوم شوفوا راني وجدته وخمل لي باش يعني باش نربح الوقت ما ويكون فيديو ماشي طويل. نوري لكم يعني المقادير اللي درتهم في هاد يعني في هاد الخفاف تاع اليوم تاعي. انا شوفوا نخدم بالدقيق تاع ماما، ما يخفاكمش يعني الناس الاغلبيه تاع الناس كاع ما يخدموا بهاد الدقيق ماما هايل يعني. والدقيق فين هو يعني العجين كلش يوالم يخرج بزاف علينا. هذا الدقيق تاع ماما يعني النوعيه، وكاين يعني نوعيه واحده اخرى تكون مليحه، مي انا ديما يعني راني شاده في ماما راني نخدم به. وبالنسبه انا وشحال درت، درت يعني كاس تاع الدقيق، نسيت جوزت لكم يعني المقادير. درت كاس، شوفوا انا مزيت بهذا الكاس تاعي عمرته بومبي حتى للفوق، وبعد ما عمرته يعني وكملت طميت غير بالفارينه. ويعني الخميره انا هذه هي اللي نستعملها تاني. درت مغرفه يكويا غاسوب، مغرفه ونص، ومغرفه تاع السكر، ومغرفه تاع الزيت، والملح في الاخير. انا شوفوا خواتاتي سبقت درت شويه تاع الماء حتى لهنا يعني لوتشيات تشيات كي نقول لكم فاتر، ماشي يعني يكون الماء سخون، يعني كون يكون بزاف سخون يطفي لنا يعني الخميره تفسد لنا. درت مغرفه ونص قلت لكم تاع سوب يعني ناكد لكم. بعد ما يعني طلعت لي درتها وزدت درت معها زوج كيسان ونص تاع الماء، ودرت كاس تاع الدقيق. يعني راني نعطيكم يعني كيما درت كاس بومبي تاع الدقيق. وطميت بعد ما تفاعلت الخميره تاعي يعني خمل لي، حسيت دارت كاع ديك يعني كيليفاك طلعت، عرفت لي الخميره يعني مليحه. لازم نتاكدوا مليح تاني في الخميره، تاكدت لي الخميره يعني لاباس عليها. بديت نطم بالفارينه وخليته يعني قد ما تقدروا تخلوه مليح. انا شوفوا هنايا يعني خزرو الخفاف تاعي يعني ان شاء الله راح يجيني مليح على حساب ما خمل لي. دوك واش ندير خواتاتي، نسبق نديكازيه يعني نطي يعني نكسرو باش تاني يجينا مليح. دوك نكسر الخفاف تاعي، نكسر سمحولي نكسر العجين تاعي ونعاود نولي ليكم. كون نكسرو قبل ما نكسرو انا درت هنا شويه زيت كيما راكو تشوفو، ما نديروش الماء، نديرو شويه زيت وناخدو هكذا يعني الاحسن من الزيت خير. يعني انا نفضل ندير ديما الزيت. وزيت ما قلت لكم سمحولي نتوما يعني اختيار، يعني انا ديما نحب ندير زرار على الكحوله ديك الحبه السوداء يعني، ولا ما حبيتوش تقدروا ديروا يعني واش حبيتوا ديروا. ما محبت حلاوه يعني تعطي بيا حاجه روعه يعني في الخفاف. انا برك اليوم عندي زرارع هادو الكحوله هما اللي درتهم. انا شوفوا راني ديكازي هكذا، هي من الاحسن انا ندير دوكا لا سورفاس تاعي بعد هكذا. انا شوفوا اللي حنحطو هنا بسم الله. الخفاف ديما يعني مليح كي ديكازيوه، يعني نشدو نواسو شويه ونعاودو نخلوه يزيد يرتاح. هو وخامر يعني هكذا نوصلوا هذه العمليه ونعاود يعني نخليه نعاود نوصل الزيت كما راكم تشوفوا، نعاود نزيد نخليه يعني وقت هكذاك وحده 15 حتى 10 دقائق قبل ما نبدا نقلي فيه. وانا هنا شوفوا راني وجدت الزيت تاعي، يعني الزيت ديما تكون غامقه الخفاف كي نقلوه. ما يخفاكمش لازم تكون المقله معمره باش يعني يجينا خفاف مليح. وبعد ما نكونوا نقلوه فيه ديما نشدو يعني نوريكم الطريقه هذيك في الاخر ان شاء الله. دوك بعد ما ديكازيت الخفاف تاعي يعني العجين، دوك نخليه يزيد يرتاح قبل ما نبدا نقليه. انا بعد ما قلت لكم يعني ديكازينا نحينا له ليكاس تاعو، دوك راني حنبدا باش نبدا راني درت الزيت تاعي تسخن. دوك ناخذ غير حاجه شويه يعني يديا شمخهم حاجه غير شويه بسم الله، ويعني ندير دي بولات كبار باش يجينا الخفاف تاعنا يعني مكونفلي مليح بسم الله. ونبداو نكرصو هكا على البلون دو
على دلا سورفاس دو طرافاي وزيت او ميم طون خواتاتي. شوفوا يعني لازم ناكد لكم لي كيما نقولوا الخفاف كي نكونوا نديروه ديما بسم الله يعني نعملوا له هاد العمليه هكذا باش يعني يجينا مليح هكذا. وانتو على حسب كيما تحبوا، تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا انتو واش تحبوا. بسم الله هكذا نشد انا دوك شوفوا خفاف يعني هو راهو هكا في المقله وحنا واش نعاونو بالزيت من الفوق شوفوا باش يعني تكونفلانا مليح يعني هذه هي العمليه باش يجينا الخفاف تاعنا مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا والزيت يعني ناكدها لكم الزيت ديما تكون يعني نار قويه كيما راكم تشوفوا. شوفوا النار ماشي قويه قويه يعني هكذا مليحه ونعطولو يعني تحضيره مليحه الخفاف يعني ديما ما نحبوش الخفاف تاعنا يجي ماشي محمر كيما انا هنا مازال نزيدلو شويه نحمرو هكذا وخلوه يتحمر ونزيدو نقلبو على الوجه الثاني. وبعد ما قلبتها يعني نزيد ديما قلت لكم يعني نوريكم نعاونوه ديما بالزيت من الفوق هكذا كما راكم تشوفوا. هذه هي يعني السر تاع الخفاف كل ما نقلو يعني ناكد لكم ديما نعاونوه بالمغرفه هكذا حتى يتحمر ونحو الخفاف تاعنا هكذا. شوفوا ها هنا نحي عليا خلاص هكذا بسم الله ونزيدوا الحبه الثانيه حتى نكملوا كاع الخفاف تاعنا. انا حنزيد الثانيه بسم الله. شوفوا انا نفضل ديما ندير يعني الخفاف تاعي يعني نحب ديما ندير له الماء. علاش ندير له الماء؟ على ما يخفى لكمش ديجا الخفاف رانا حين نديروا له يعني كما نقولوا الزيت نقلوه. انا هنا كبرتها شوفوا الخفاف تاعي كبرتها هكذا وديما بعد ما نكبروها يعني ديما نديروا لها هاد العمليه. شوفوا بسم الله وناخذوا المغرفه تكون ديما يعني نعاونوه هكذا كما راكم تشوفوا هكذا نديروا له بشويه باش يجينا يعني مقوفلي لاخاطش الخفاف لازم يكون شويه طالع هكذا وخلوه يتحمر ونوري لكم الثانيه ان شاء الله. خواتاتي بعد ما تحمرنا شوفوا كما راكم تشوفوا ديما يعني ناكد لكم نحب يعني ناكد لكم لي ديما نقول لكم يعني ديما نعاونوه بالزيت هكذا نرمو له الزيت باش يزيد يتكونفلا يعني هكذا. شوفوا خلاص انا اللي حنحيها ونزيد حبه الثالثه معاكم خواتاتي الثالثه معاكم بسم الله. يعني انا نفضل قلت لكم نديرو شويه باش خشين هاد المره نفضل بسم الله نديرو خشين باش يعني يجيني مليح هكذا. انا هنا خلاص نحبس بسم الله كي نكونو يعني رايحين نرموه في المقلابش تما كنزيدو نواسوه بسم الله. هكدا ونخلو الخفاف تاعنا يتقلى قلبنا الخفاف تاعنا شوفو لازم يتحمر برك يعني الخفاف ما يزيدش نخلوه بارد فاتح لازم نحمروه ونحيها. انا قلت لكم يعني لا كونتيتي ما درتش حاجه كبيره بزاف هاياك كيما نحبو يعني نصغروه نحبو كيما تحبو كاين اللي يحب يدير خفاف صغير كاين اللي يحب يدير كبير. انا قلت لكم يعني كيما تحبو هادي اختيار يولي ليكم هكذا. شوفوا انا هنا خلاص ها باش ما يتقطعليش بسم الله كي نرفدوه مسيو ما قطعوش بسم الله هكا ونديما نديرو له هاد العمليه حتى في الاخير نوريكم يعني الخفاف تاعي جاهز على مائده القهوه ان شاء الله ونوريكم كيفاش جاني تاعنا راني كملتو. شوفوا وحاضر معاكم علاش قلت لكم ما نكذبش عليكم حبيت انا شويه اليوم حبيت قلت ندير شويه خفاف
نخرجوا شويه من الميدان تاع الحلويات، على بالكم بزاف ماشي مليح، ما خبيش عليكم. دوك انا راني رايحه نوري لكم حبه، شوفوا شوفوا نقسمها مع خواتاتي، جا خفيف ما تقدروش تعرفوا كيفاش. شوفوا تاكلوا ان شاء الله بالصحه تاني علينا كامل، ديروه ان شاء الله وتنجحوا فيه. ولا غير خواتاتي نقول لكم خفيف خفيف خفيف، كي نقول لكم ما تصوروش شحال خفيف. وان شاء الله انتو تاني ديروه، وريت لكم كاع طريقتي كيفاش انا ندير الخفاف تاعي. وبالنسبه للحاجه كبيره تقدروا، انا اليوم حبيت باش يعني نخفف عليا حبيت نديرو يعني كبير شويه، وانتولا حبيتو ديروه صغير يعني فهمتكم كيما تحبوا. وما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم ولا درتو الخفاف على طريقتي ان شاء الله تنجحوا فيه. وبقى لي غير نقول لكم في امان الله، وديما نفكركم باش ديما يعني ديروا لي يعني تعليق على الخفاف، على اي حاجه يعني وصفه لي حبطتها لكم في الفيديو يعني تعطوني تعليق، بالك انا حاجه يعني نقص منها ولا نزيد منها ما نقدرش نعرف، انتم بالتعليقات تاعكم يعني تنبهوني. وما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم تهلاو تهلاو في صحتكم وفي امان الله، وان شاء الله نتلاقاو في وصفات واحد اخرين، في حلويات واحد اخرين، في اطباق واحد اخرى. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.